تراي اخترنا مدينة أكادير لأنه من الشهرة ديال مدينة أكادير، ولأن مدينة أكادير تجددت يعني سميتها مدينة جديدة تقريبا، وكذلك أيضا السمعة ديالها سمعة كبيرة، لأن ماشي غير حنا اللي من مدن أخرى اللي كيجيو لأكادير، ولكن كاين ناس اللي هما تيجيو من مناطق أخرى تيقصدوا أكادير لأنه الشهرة ديالها، ولأن حسن استقبال ديال الناس لمدينة أكادير، وكذلك أيضا أول نظرة كنشوفها على أكادير لأن الناس طيبين، الناس كيستقبلوا الضيوف ديالهم يعني بصورة جيدة، صورة حسنة، وكذلك أيضا حتى الفنادق التي سميتو زرناها يعني سميتو وجدنا حسن الاستقبال وما وجدناش أي مشكل، مع هذوك الناس، وكذلك أيضا الفضاء اللي هو هنا في أكادير ربما ما موجودش في جهة أخرى، وحاجة أخرى اللي هي مهمة بزاف وهو أن الشاطئ ديال أكادير هو شاطئ نظيف، ولأنه ما كاينش شي مناطق هنا ديال التلوث هنا كاينة في أكادير. بنت أكادير بنت المنطقة، منطقة شعبية وزوينة والبحر ديالها زوين ومدينة الاستقرار والأمان. جيت لهنا باش ندوز العطلة ديالي في مدينة أكادير، حقا هاد لابلاج زوين، كنتمنى يكون في جميع المدن. وكما كتشاهدوا الدراري البحر قاعد زوين، البلاج زوين والدراري هنا واخدين راحتهم، وكاين الامل باقينا شي حاجه اخرى اللي تعرق لك الجو. حنا ديما كنجيو شاطئ أكادير كيعجبنا بزاف، ولكن المشكل الوحيد اللي وقعنا هو دوك الدراجات الكهربائيه كيمشيو بواحد السرعه فائقه لدرجه ان الاطفال الصغار كنخافوا عليهم بزاف، والبحر بغينا شويه مازال يتنقى، ما كرهناش اكثر من هكذا. وكنطالب من المسؤولين يدخلوا في هذا المشكل ديال الدراجات الكهربائيه، يحاولوا ما امكن يحيدوهم، لان هذا لا كورنيش ديال الناس اللي غاديين راجلين لي بيتون، ما يمكنش الناس يمشيو مع ولادهم وخايفين عليهم في الطريق، لان ماشي شانطي ماشي شارع، هي لا كورنيش ديال الناس اللي كيمشيو على رجليهم. اللي نقول لكم بانه كاين نقص الشاطئ اكادير، بانه كاين بعض التلوث، باقي الناس مازال ما واعيينش بالمهمه ديال البيئه، وكاين بعض المرافق الصحيه اللي بعيده، انك تكون المرافق الصحيه تكون قريبه كل 100 متر تكون مرفق صحي للمواطن. وصراحه الشاطئ اللي هو نقي تبارك الله، وفيه الناس تبارك الله اللي هما الناس شعبيه، وصراحه اش نقول لك، الشاطئ ديال اكادير من بين الشواطئ اللي زوينين على الصعيد الوطني. Thank you.